تقول السائلة: حضرت مع أهلها للعمرة من الرياض ولبست الإحرام في المنزل، وعند مرورها بالميقات لم تسمع منبه الطائرة، ولذلك لم تنوي ماذا عليها، ولم تنوي إلا بعد الميقات بفترة وجيزة. إذا تعدت الميقات ولم تنوي الإحرام يكون عليها فدية، عمرتها صحيحة لكن يكون عليها فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. لأن تجاوزها للميقات ترك لواجب من واجبات العمرة. نعم.